الحكومه مزبوط تسقط، ولكن طالبين انه هذا الشيء تصير بطريقه سلميه. وانا بطالب كل المناصرين وكل اللي موجودين بالطرقات هلا انه ينسحبوا ويذهبوا القوى الامنيه موجوده لحمايتهم مش ان اعدائهم. بطلب من كل المناصرين واتمنى خلال لحظات انه هيدا الاعتصام ينسك. نحن جينا نكرم اللواء الشهيد وسام الحسن، جينا نقول للعالم انه نحن ما بنقبل بهالجريمة، جينا نقول انه هالجريمة كبيرة كثير بالنسبة لنا، ولكن ما جينا نقول انه العنف نحن بدنا اياه. نحن بدنا انه لبنان يدله سالم، لبنان يدله بلد الحرية وبلد الديمقراطية. وبطالب من جميع مناصرينا انه ينسحبوا الان. انا حتى الامن تبع بيت الوسط ححطه لحماية السراي، لانه هيدا امر مرفوض مرفوض تماما. نحن ما بلحظة طالبنا انه هيدا الشيء يصير بهالشكل، وبطالب من كل المناصرين انه ينسحبوا من الطرقات.